السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنشوف زواج الفنانة المعتزلة نورة شقيقة الفنانة بوسي بعمر 68 يشعل الوسط الفني، والمفاجأة مش هتصدق من هو العريس. هنشوف تفاصيل الفيديو، بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا. ضجت منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق بخبر زواج الفنانة المعتزلة نورة شقيقة الفنانة بوسي من رجل أعمال شهير، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين الجمهور. وكانت الفنانة مي نور الشريف نشرت قبل أيام صور لها مع والدتها بوسي وشقيقتها سارة وخالتها نورة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها 68، وعلقت مي نور الشريف على الصورة مغردة: حبايبي برج الجوزاء، خالتي نورة وسارة أختي، حبيبتي ربنا يسعد قلبكم ويحفظكم لينا، منورين حياتنا. وانتشرت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بالفنانة المعتزلة منذ 26 عاما. وسبق لنورة الزواج من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار ولاحقا من رجل الأعمال هشام طلعت بعد اعتزالها التمثيل، لكنها تطلقت عام 1998. والاعتزال الفنانة القديرة وارتدائها الحجاب قصة مثيرة روتها الفنانة عفاف شعيب خلال حوار سابق مع أحد الصحف، كاشفة أنها قررت الاعتزال في منزلها بعد سماع آية قرآنية، وقالت: من يصدق أن نورة اعتزلت وارتدت الحجاب في بيتي؟ نعم، داخل شقتي وقبل أن أعلن أنا اعتزالي بشهور. يشار إلى أن نورة من مواليد القاهرة، حاصلة على بكالوريوس تجارة، واعتزلت التمثيل عام 1996. وكانت منصات التواصل الاجتماعي ضجت بخبر زواج الفنانة المعتزلة نورة شقيقة الفنانة بوسي من رجل أعمال شهير، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين الجمهور. ونفى مصدر مقرب من النجمة المعتزلة نورة هذه الأنباء، مؤكدا أنها شائعات مغرضة، وطالب الجميع بالتوقف عن تداول هذه الشائعات. نتمنى من كل قلبنا مزيد من الصحة والعافية للفنانة الجميلة نورة. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، انتظرونا في فيديو جديد.